السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا تمرين جديد في الدرس ديال البروبابيليتي، اللي غادي نخدموا لو تيب ديال ان على بيسونس بي، اللي هو السحب بالتتابع وباحلال سكسيسيفمون افيك ريميز. سا فو دير عندنا الريبيتيسيون، سا فو دير عندنا الارجاع. دونك نقراو المعطيات لهنايا. دون اون ايرن كونتيان 3 بول بلونش، أربعة ديال لي بول نواغ اي اون بول روج. دائما هاد المعطيات كنبريزونتيهم في واحد الشيما ولا في شي حاجه في شي ورقه باش يبان ليا شنو عندي. دونك داكشي اللي غادي نجيو نديرو هنا. نعم سيدي، هنا دونك عندنا 3 ديال لي بول بلونش يعني بيضين، عندنا 4 كحلين نواغ، وعندنا واحدة حمراء. هاي دونك هادشي اللي عندنا في هاد الكيس هذا. اشنو عندنا من بعد؟ قال لي اونتيغ باش نقراو مزيان، اونتيغ سكسيسيفمون اي افيك روميز، نسحب بالتتابع وباحلال. شحال؟ ثلاثة ديال لي بول. ها دونك حنا شحال عندنا؟ عندنا نعم سيدي ثلاثة بيضين وأربعة كحلين هي سبعة وواحدة حمراء هي ثمانية. شحال بينا نسحبو؟ بينا نسحبو ثلاثة. باش غادي نخدمو ب ان و سبي، يعني عندنا ان و سبي. سد على هادشي، هذا هو الاول. بعدا دونك ان و سبي خاصنا نعرف كل حاجه شنو كتعني. ان شحال عندي و بي شحال بيت ولا شحال بغيت. باش ما يبقاش عندك مشكل في هذه القضيه، هذه خاصك تفهم هذه القضيه. ان شنو هي و بي شنو كتعني. دونك قلنا ان هي لا سوم الجلوبال، شحال عندنا حنايا ديال الكواري ولا شحال عندنا ديال الارقام ولا شحال عندنا داكشي كامل. بي شحال بغيتي تاخذ، شحال بغيتي كما تقول حنا مراكشيين، شحال بغيتي. نعم سيدي، دونك هنا عندك 8 ديال الكواري وشحال بغيتي نتايا؟ بغيتي 3. يعني اش بغيتي دير؟ بغيتي تخدم. نعم سيدي 8 اس 3 هاكوك، هادي هي 8 اس 3 باش نخدم. غادي نشوف لي كيستيون اللي كاينين. دونك كالكولي لا بروباليتي دو شاك ايفينمون، احسب الاحتمال كل حادث. ليفينمون هو حادث. بالنسبه لأ تيغي 3 بول بلونش، الى لاحظتي هنايا ما عطاناش هذاك الكارد اوميغا، اوبليجي نحسبوه، حيتاش لا ديفيرونس بين البروبا مع الدينومبرومون هو هذاك الكارد اوميغا اللي كنقسم عليه في البروبا. باغ كونتخ في الدينومبرومون ما كنقسمش عليه، كنخرجو صافي كنخليه. دونك هنا غادي نمشيو نحسبو هذا الكارد اوميغا اللي هو 8 اس 3، هذا هو الكارد اوميغا. اوميغا ايكال 8 اس 3. غادي نجيبو الكالكول، 8 أس 3 512 إيكال 512. دونك هاد 512 هي اللي غادي نقسم عليها هادوك ليفينمون كاملين. دونك أ أشنو قال لي؟ أ تيغي، دونك أ تيغي 3 بول بلونش. دونك فين هما البيضين؟ ها هما. شحال بغيتي تاخد؟ 3. شحال هما أصلا؟ 3. يعني بغيتي دير 3 أس 3 مقسمة على 500 و 12. هذا هو بي دو ا، بي دو ا ايغا. دونك 3 هما البيض اللي عندك، شحال وحده كاينه؟ كاينين 3. شحال بغيتي تاخذ؟ بغيتي تاخذ 3 وقسم على الكارد اوميغا. دونك 3 اس 3 هي 27 على 512. هاد 512 كتبقى تابعني في كاع لي كيسيون. غادي نمشيو لا كيسيون دو بي دو بي ايغال. دونك شحال عندنا هنا؟ تيغي 3 بول روج، بينا نسحبو 3 حمرين. شوف المعلم انت هنايا الحمرين شحال عندك؟ عندك وحده. واش يمكن لك تاخذ 3؟ ايه. علاش؟ كتسحب وكتعاود ترجع، راه كنسحبو وكنعاود نرجع. عندنا السحب بالتتابع وباحلال. شوف معايا التجربه هادي. نعم سيدي، الا عندنا 3 ديال لي ماركور، ها هما، واحد زرق واحد خضر واحد كحل واحد احمر، بينا نسحبو 3 زرقين سيميلتانيمو، يعني دقه وحده ما يمكنش. علاش؟ عندك زرق هي واحد، ما يمكنش تسحب انت 3. دونك سي ما خدامه ليش هنا. الا قلنا يعني السحب بالتتابع وبدون احلال، يعني غادي نخدمو بقى اللي هي سون غوميز. واش يمكن ليا نسحب 3 خضرين؟ لا. علاش؟ كنسحب 3 خضرين
كنسحب هي واحد ما كنعاودش نرجعو، يعني ما كنعاودش ندير الريبيتيسيون، صافي ما يمكنش نسحب ثلاثة خضرين. أما إلا عندنا الريبيتيسيون يعني عندنا الغوميز افيك غوميز، عندنا التتابع وبإحلال، كنسحب واحد وكنعاود نرجع، يعني عندنا الخضر واحد مرة واحدة، عندنا الخضر يمكن ليا نسحبو بليزيوغ فوا شحال ما بغيت. علاش؟ كنسحبو كنعاود نرجع، كنسحبو كنعاود نرجع، يعني ما عمرو عادي يوقف، عمرها دي سالي. علاش؟ حيت فاش كندير الريبيتيسيون فاش كنسحب كنقيد شنو عندنا وكنعاود نرجع، يقدر نعاود نطيح فيه هو شحال من مره. داكشي باش هنا ممكن شحال من حمراء عندنا هنايا، عندنا وحده يعني بين ندير واحده، ها هي شحال مره بينا نسحبو ثلاثه، ها هي مقسمه على 512 ايغال هي واحد على 512 صافي. نمشيو للسي، سي تيغي اون بول بلونش سولمون، وحده بيضاء فقط هاكاك. دونك غادي تجي معايا هنايا وغادي نشرح لك هذه اللعيبه هذه. حنا شحال من الكره كنسحبو؟ كنسحبو ثلاثه. قال لك وحده تكون بيضاء، يعني بينا نديرو تكون عندنا وحده بيضاء وهذوك الجوج ماشي بيضين، يعني باغ، يعني عادي نجيو نديرو هنايا بي ديال سي، بي ديال سي ايغال شحال من كره بيضاء عندنا؟ عندنا ثلاثه. ها هما شحال بينا نسحبو؟ وحده. ها هي كندير في هاد الجوج هادو، ها هما هاد الجوج، هما كندير هنايا جوج، وهادو شكون هما؟ هما الكوايا الاخرين اللي بقاو عندنا، بقاو عندنا الكحلين والحمرين. هي شحال هنا؟ خمسه اس جوج على 512. واش كملتي؟ لا المعلم، باقي اشنو خاصك؟ معامل الترتيب. طونكو عندك الجوداء معامل الترتيب. علاش؟ حيتاش هادي نعمه سيدي، فاش كتسحب وكتعاود ترجع يقدر انت تكون سحبتها هي الاولى، ولا قدر تكون هذيك يعني تكون وحده مثلا حمراء والاخرى بيضاء والاخرى كحله، ولا قدر تكون هي الاخرانيه. انت ما عادش بقى كدير هاد القضيه هادي، لا خاصك معامل الترتيب تعرف تخرجو. اشنو هو معامل الترتيب؟ ديجا وريناه لكم شحال من مره، غادي نجيو غادي نضرب في الكويسيسيون دو غدغ ليه هو. شحال من كره كنسحبو في الاول؟ كنسحب ثلاثه، هي كندير ثلاثه فاكتوريال ولا عاملي ثلاثه مقسم على اش. هاد الابيض شحال من كره؟ زينه وحده هايله، والوال الاخرين بقاو عندنا جوج ايكال، ونحسب عادي. دونك هنا المعامل الترتيب هي ثلاثة، شحال؟ ثلاثة البلايص، تقدر تكون هي الأولى ولا هي الثانية ولا هي الثالثة. بغيتي دير هاد الطريقة باش تفهم باش تعرف معامل الترتيب شحال، بغيتي تحسبو بلا فورمول ديريكتومون وحسبو بلا ما تصدع راسك. أنا قلت لك باش نشرح لك شحال من حالة تقدر تكون عندك. دونك هذاك الشيء كامل غادي نحسبوه بدقة واحدة في الكالكول. دونك عندنا ثلاثة أس واحد هي ثلاثة، مضروبة في خمسة أس اثنان هي 25، مضروبة هنا ثلاثة عاملي على واحد عاملي في جوج عاملي هي ثلاثة، هي 225. 225 مقسمة على 512. هنا كاين الاختزال حسبو ما كانش صافي بلاش. دونك غادي نمشيو لبي دو دي ايغال، يعني كنوريك هي الطريقة من الحساب حسبو راسك. دونك نمشيو للدي، تي غي تخوا بول دو ميم كولور، يعني دوك ثلاثة ديال الكواري بيكونوا عندنا نفس اللون. شحال من اللون عندنا هنا؟ عندنا ثلاثة ديال الأول، عندنا البيضين والكحلين والحمرين، يقدر ناخذو ثلاثة بيضين حيتاش كاينين ثلاثة مزيان، ويقدر ناخذو ثلاثة ثلاثة كحلين حيتاش كاينين ربعة مزيان، والحمرين واش يمكن نسحبو ثلاثة ولا لا؟ ممكن المعلم. علاش؟ واخا عندك وحدة حمراء كتسحب وكتعاود ترجع، كتسحب وكتعاود ترجع، يعني هنايا بالنسبة للبي ديال الدي يقدر يكون عندي ثلاثة بيضين أو يعني زائد الكحلين عندنا أربعة يمكن نسحبو ثلاثة، زائد الحمرين عندنا واحد يمكن نسحبو ثلاثة مرات. هاد الشي كامل مقسم على 512 إيكال. دونك ثلاثة أس اثنان أس ثلاثة عفوا، دونك ثلاثة أس ثلاثة تساوي 27، زائد أربعة أس ثلاثة هي 91، زائد واحد هي 92، دونك تساوي 92 على 512. كاين الاختزال حسبو ما كاينش خلي. دونك بي ديال او ايغال، دونك غادي نجيو للبي ديال او، تيغي او موان دو بول نوار هاكاك. دونك هنا خاصني نشرح لك واحد اللعيبه هي الاولانيه، على الاقل وعلى الاكثر هي الاولى، نعاودو نديرو واحد تذكير عليها. على الاقل وعلى الاكثر au moins au plus
دونك هنا خاصك تعرف تفرق بيناتهم. دونك بالنسبة على الأقل كان بداو من داك العدد اللي عندنا وكان طلعوا للفوق، يعني كان بداو أكبر أو يساوي. باغ كونتخ في الأكثر كان بداو أصغر، يعني على الأقل المينيموم وعلى الأكثر هو الماكسيموم. يعني هنايا قال لي نعم سيدي أمو على الأقل جوج كواري كحلين، يعني المينيموم بان ناخدو جوج كحلين، نقدر ناخدو جوج كحلين فما فوق. اما على الاكثر الا كثرتي بتاخذ جوج، يعني كان بداو من داك العدد اللي عندنا هنايا في الاكثر وكان بداو لتحت حتى ما كنلقاو حتى شي حاجه. دونك هنا خليني تعاد نشرح فيها. دونك شحال من كره كحله عندنا؟ عندنا اربعه، دونك اما ما تكونش ولا تكون وحده ولا تكون جوج ولا تكون ثلاثه، حنا كنسحبوا ثلاثه نخليوها هكا. دونك شنو قال لي هو؟ على الاقل على الاقل جوج، يعني اكبر او يساوي. شكون هما لي كار اللي فيهم اكبر او يساوي؟ شنو هو ده؟ او شكون هما الاكبر او يساوي؟ كاينه جوج وكاينه ثلاثه. ها الا خدمنا بالباغ او باغ اصغر قطعه من جوج، شكون هي اصغر قطعه من جوج؟ واحد او زيرو. ها دونك انا شحال من حاله عندنا؟ جوج. وشحال من حاله عندنا؟ جوج. سمي نخدموا بهذه. فاش كيكون عندنا في او باغ اللي هي الحدث المضاد ولا العكس ديال هذا اللي عندنا حاله وحده كنخدموا بهذا. دونك هنا غادي نخدموا بهذه نيت، يقدر يكونوا جوج كحلين ولا يكونوا ثلاثه. غادي نمشيو نخدموا يد في هذه. شحال من كره كحله كاينه؟ كاينين اربعه، يعني نقدر ندير اربعه اوس جوج، ياك؟ مزيان. مضروبه في داك الشيء الاخر اللي بقى عندنا. شحال من كره بقات عندنا؟ بقى عندنا ثلاثه بيضين وحده حمراء، يعني ثلاثه بيضين وحده حمراء هي اربعه، بين ناخذ منها واحد على 512 زائد، ولا يقدر يكونوا كاملين كحلين. حداش عندنا؟ دونك هنا شرحنا كاينين جوج، هما جوج كحلين وحده ماشي كحله، ولا يكونوا ثلاثه كحلين. شحال من كحله كاينه تما؟ كاينه اربعه، بين ناخذوا ثلاثه. ها نسينا واحد اللعيبه، معامل الترتيب اش في الضرب. علاش؟ حيتاش هنايا يقدر يكون الاولى كحله والثانيه كحله والثالثه ماشي كحله، ولا يقدر تكون هي الاولى مع الاخرى الوسطانيه مع الاخرى. دونك هنا خاصنا معامل الترتيب في هذا. شنو هو معامل الترتيب هنا؟ غادي نجيو عند شحال من كره كناخذو؟ كناخذو ثلاثه، يعني معامل الترتيب ديال هذه هي هذه بوحدها غير هادو، باش نوريك العدد اللي بتحط هنا. كنديرو حنا ثلاثه على اش؟ هذا العدد شحال خديتي منه؟ جوج، والعدد الاخر واحد. دونك جوج عاملي في واحد عاملي، هنا ثلاثة فاكتوريال. دونك ثلاثة فاكتوريال على جوج فاكتوريال في واحد فاكتوريال هي ثلاثة، ونحسبوها داك الشيء دقة واحدة في الكالكول. دونك هنايا نحسبو إلى هكا، دونك تبقى عندنا ثلاثة عامل أربعة أس اثنان اللي هي 16 زائد واحد زائد أربعة، هاد الشيء كامل زائد أربعة أس ثلاثة اللي هي 64، هاد الشيء كامل مقسم على 512. ونحسبوا هذا الشيء، هذا 64 زائد قلنا 60 هي 124 على 512، صافي. دونك 124 على 512. غادي نمشيو ليفينمون اف هو الاخير. تيغي اون بول روج بوي اون بول نوار ثم اون بول بلونش. دونك هنا عندنا الضرب، ولكن ما عندناش المعلم معامل الترتيب. علاش؟ فاش يقول لي هذيك بيوي، هاد بيوي هادي هي ثم، يعني هاد بيوي هي ثم، وفاش يقول لي ثم كنخدم بالجدع، ولكن ما كنديرش معامل الترتيب، حيتاش هو فرض عليا الترتيب اللي بتدير. بتاخذ وحده حمراء، من بعد وحده كحله، ومن بعد وحده بيضاء. يعني هذه القضيه ديال الترتيب بحال مثلا شي واحد سخرك باش تمشي تجيب ليه شي لعيبه، هذوك التقضيه مثلا بتمشي تجيب له هذا برودوي اكس وبرودوي ايغ وبرودوي زد مثلا، فاش ما تيقولكش انه هو اللي بتسبق كتمشي كتاخذهم اللي بغيتي. ولكن فاش يقول لك سير جيب لي هذه، عاود سير جيب لي هادي، عاود سير جيب لي هادي، ديك الساعة فرض عليك الترتيب كتمشي كتاخذ كل حاجة بوحدها. هنا ما عندناش معامل الترتيب. يعني بالنسبة لإف، دونك اف بي دو اف بي دو اف، دونك هذا بي دو او بي دو اف. شنو عندنا تساوي؟ شحال من الكرة عندنا حنايا بيضة؟ ثلاثة، بينا ناخدو رد البال الترتيب. غوج فينا هما لي غوج؟ كاينة وحدة، يعني بيت ندير واحد أس واحد مضروبة فاش الكحلين. شحال من وحدة كحلة كاينة؟ أربعة،
دونك واحد أربعة من واحد مضروبة شحال من البيضة كاينة؟ ثلاثة من واحد، هادشي كامل مقسم على 512. ما تنساش هذاك الكاد أوميغا. دونك أربعة في ثلاثة 12، في واحد هي 12 على 512. دونك هنايا غادي نكونو كملنا نعم سيدي هاد التمرين هذا. كان معكم الاستاذ يوسف، نتمنى الصحه ديال التمرين الى الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا العزاوه بلايك وواحد الكومونتير وبارطاجي مع الماكسيموم ديال صحابك. اللهم يسر.